لا هذا ما خلاش يدخل عطاه ومنين وجا رجع مع شريال ويعطي له عند الاخر حول ولا قوه. ومنين قلنا له اش هذا الشيء كيدير رفد واحد الهراوه هي عنده دابا وجا خارج باغي من عنده هذاك علاش يخليه؟ منعو خلي ما تدخلش، خلي ما تدخلش الطونوبيل. واش هذا راه خدام؟ عرفت هذا خدام؟ ما هي اللي قال له ما تدخلش. منعو باش ما يدخلش. انتما كتشوفوا سيدنا المعاناه اللي كيعانوا للسيكوريتي نتاع لوبيتال بنو باجا مع المواطنين، ماشي جميع المواطنين، المواطنين اللي ما كيفهموش القانون جايين غير وقت الزياره، وهذه ال 11 قل 20 وضرب السيد بالسياره ديالو ولا دابيل فيرار، والسياره هي متواجده في الباب المستشفى، وفي نفس الوقت فاش بغى يهرب قاس مواطن اخر اللي مدخل مريض اخر، ها هو وتعرضت السياره نتاع المواطن اللي جايب المريض نفس العمل اللي قام به مع الاجو اللي في الباب. اللهم هذا منكر يا سيادنا، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. ها انتم كتشوفوا سيادنا الحاله اللي كنعانيو مع هذا النوع ديال البشر. ها انت وهذا السيد هذا بنفسه البارح تهجم على حارس امن خاص خور عند باب المستشفى وما خلاش بالشتم والسب، وانتم كتشوفوا الحاله. وها هو عاودها اليوم وفي نفس الوقت واخا ضربوا ضرب السيد اللي مورا جايب المريض، الناس بالعصا باغي يضرب اجو اخر بشد الجامع. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر سيادنا. ها انتم كتشوفوا سيادنا الحاله، ها الباب ديال المستشفى مبلوكي، ها هذا البارح ضرب المجيد واليوم هو كملها مع عبد العالي، وضربت سياره اخرى بغى يهرب مشاريان وعطى لواحد اخر.